وكنمشي للقضاء وانا هزه بني هزه تربيه يلاه عندها سيمانه هزاها، تنقول لهم انا راجلي لحني الشارع، ملي هو لحني الشارع وانا مديكلاريا به ودايره محضر في المحكمه، علاش هو هرب؟ علاش خلاو داز؟ علاش هو مشى للامارات؟ علاش ما وقفوش؟ علاش ما يقولوش اجي نشوفوا انت شنو عندك؟ علاش ما كاينش انترنت؟ البوليس ما تيعرفوش، باها عمره ما عرفها ولا سول عليها ولا قال بنتي واش مريضه ولا بنتي انا خليت بنتي في الزنقه، يعني ضميره ما عدبوش نهائيا، ما قالش انا بنتي خليتها في الزنقه، هو شنو هو باغي ينتقم مني انا؟ علاش؟ لان انا تزوجت به في السعوديه وقال لي ما تقوليش لامي راه انا مجوج بك. هادو هذا الشيء الراجل هذا واخا يقول لكم ما مزيانش، واخا يقول لكم ما عرفت شنو يقول، كون كان ولد الناس ما يلوحش بنته، كون راه حاضن على بنته، ثلاث سنين عمره ما شاف بنته، ما عرفاش كي دايره، شي بنته لاقيوها معاه وتشوف لما تخاف منه تهرب منه، بنتي ما مولفاش الناس، مولفاني غير انا، هما الصحافه خافت منه، بنتي كانت في مراكش وراجلها سامح فيها وتتمشي كتبكي تقلب على راجلها، هاي السيده في خبر، يعني راه كلشي شاهد عليكم يوم الدين. وصح والله يوم القيامه غيشهد كلشي، يدك وعينك وكاع اللي كيسكت على منكر يوم القيامه غيشهد والله، علاش شفتي وسكتي وعلاش وكلشي، وكاين حاكم الحاكمين هو الله، كلشي غيفوت. متابعنا الاعزاء على اشواق تي في، اهلا ومرحبا بكم. في اطار تتبعنا للملف والقضيه ديال الاخت عائشه اللي تعرفت بهيام، حضرنا اليوم لاقليم القنيطره امام محكمه قضاء الاسره باش نحضروا معاه، لان كيف ما عرفتوا كيف ما تبعتوا ان عندها واحد المشكل ديال الطلاق من بعد الزوج ديالها، كيف ما صرحات انه سمح فيها لمده 3 سنوات اللي كيعيش في الامارات، ياك هادشي اللي كاين عائشه. الناس بطبيعه الحال متبعين الملف ديالك، غادي نبغيو يعرفوا القضيه ديال الطلاق فين وصلت. السلام عليكم، انا سميتي عائشه ملقبه بالراقصه هيام، انا قبلت المحكمه دابا قضاء الاسره 3 سنوات وانا كنجي للمحاكم، ما خداوش لي حقي، ما خديت لا نفقه لا طلاق لا حتى شي حاجه، ظروفي صعيبه بزاف، ما خداماش، ما عنديش شهاده، ما عندي دبلوم، ما عندي حتى حاجه في هاد الدنيا. يعني الطلاق 3 سنين وانت دافع؟ 3 سنين وعندي جوج وليدات. تبع المسطره ديالك؟ تبعت المسطره حتى الاخر، مره وحده اللي ما حضرتش في الجلسه وهي الاخر وما كانش فيها الصلح، وهي اللي ما حضرتش ليها لان كانت المشاكل في كازا وكانت الطريق مقطوعه. الجلسه الاخرى يعني اخر وحده كانت عندك؟ اه يعني هي الاخرى ما حضرتيش ليها؟ ما حضرتش ليها. يعني مشاهدينا باش نحطكم في الصوره، حنا في الحضور ديالنا لمدينه القنيطره اتصلنا بواحد الاستاذ اللي ما قالش لنا كلمه لا ولبى النداء، يعني جا وتبع معنا الملف واستقبلنا كذلك في المكتب ديالو وحضر معنا المحكمه ديال قضاء اسره، وقف مع عائشه وقال لها غادي نوقف معاك لان كان عنده واحد المشكل ملي كاع ما حضرات يعني الجلسه الاخرى، كان المسطره غادا تمشي لها وغادي تعاود مسطره اخرى من جديد، ولكن الحمد لله ملي موقف معها حاليا غادا تكون المداوله ومن بعد ان شاء الله غادي تاخذ الطلاق ديالها. من بعد ما استقبلك المحامي يعني كيفاش كان الشعور ديالك؟ يعني كاين الناس اللي بغاو يوقفوا معاك؟ صراحة أنا فرحت ملي واحد المحامي تكلف بيا وعاودت لي على ظروفي وقلت لي راه أنا كنت عايشة مع راجلي في السعودية ورحنا دخلنا المغرب وتكرفصنا. الناس ماشي، شوف نسي الناس، حنا دابا كنهضروا عرفنا يعني الناس بلو كيعرفوك ولاو كيسلموا عليك وداكشي، نسيهم حنا الآن كنهضروا في واحد القضية اللي المغاربة متبعينا، الناس دابا راه كيتسناو خصهم يعرفوا شنو درتي. نساو الناس راه كيشوفوك يقول راه هادي اللي شفناها هي اللي شفناها، ولكن الناس راه غيبغيو يعرفوا حتى هما. المهم حنا دابا كنطلعوا نهبطوا على قبل هاد المشاكل ديال المحكمه، انا فرحانه بزاف حيت هذاك المحامي من هذا المنبر كنقول ليه شكرا بزاف حيت تكلفتي بيا، بغيتي توقف في هذه الجلسه ديالي حيت انا كنسكن في كازا، جيت من كازا القنيطره، احنا دابا في قنيطره وجابوني غير الصحافه، انا ما عنديش باش نجي، ما عندي والو، راه المغاربه كاملين عارفين. الزوج ديالك ما كيتصلش بيك، ما كيسولش على ولادو، ما والو. راجلي 3 سنين هو مبلوكيني، راجلي مؤخرا دار في رمضان دار فيديو مع وحده كيشرب معاها وصوروه الناس، وان شاء الله راه نهضر مع الصحافه تقلب على داك الفيديو تصيفطو ليا حيت مشى ليا. راجلي دابا في الامارات عمره ما تفكرني، راجلي خلاني وانا نافسه يلا ولدت يلا زادت بنتي للدنيا، خلاني نافسه وهرب وخلاني في الشارع من تما وانا كنقاصي تل هاد تل. دابا الزوج ديالك يقدر يكون دابا كيتفرج ومتبع حتى هو القصه ديالك، يعني من بعد ما خلاك كيف قلتي خلاك نافسه، كيفاش ديك الساعه حسيتي انك ام عندك جوج وليدات راجلك سمح فيك وانت في هذاك الوضع، واش حسيتي في ديك اللحظه؟ اخي احساس هي تجي للمحكمه ما تلقاهمش في صفك، تمشي للبوليس، تمشي
انا راجل حاجه وحده بغيت نركز عليها وكنتمنى منكم تلوحوا هذا الشيء اللي تنقول ما تقطعوهش. حاجه وحده اللي بغيت نركز عليها ونعاود نقولها، علاش راجلي هرب الامارات؟ وقبل ما يهرب انا كنت كندعي وتنقول راجلي الله يحني الشارع، وكنمشي للقضاء وانا هز بني هز تربيه يلاه عندها سيمانه هزها، تنقول لهم انا راجلي لحني الشارع، ملي هو لحني الشارع وانا مديكلاريا به ودايره محضر في المحكمه، علاش هو هرب؟ علاش خلاو داز؟ علاش هو مشى للامارات؟ علاش ما وقفوش؟ علاش ما يقولوش اجي نشوفوا انت شنو عندك؟ علاش ما كاينش الانترنت؟ البوليس ما تيعرفوش، علاش ما غاديش يعرفوا السيد؟ كان هو باقي في المغرب وكتداهي عنا فقط. راجلي كان باقي في المغرب انا فاش دعيته، دابا راجلي مده 3 سنين وهارب، علاش هارب؟ ما نقدرش نزيد اكثر من هكا، حيت نتوما عارفين علاش هرب، لانه كل لقيت الامن كل لقيته في صفي ما غاديش يهرب، كان غيتشد في المطار، علاش هرب؟ غيعرفوا لان انا داعيه، ماشي انا مشيت للبوليس، انا كنمشي للبوليس وكنمشي للمحكمه ديال الاسره في كازا، تيقولوا لي ما يمكنش راجلك نشدوه وانتيا وهو ما عندوش سكن، بحال هكا تلقاو هذا مبرر، يعني راجلك ما عندوش سكن ما نقدروش نشدوه، بقاي انت في الزنقه. يعني ثلاث سنوات مبلوكيك، كيف قلتي ما كيتصل بك ما كيسول فيك ما كيسولش كذلك في ولادو، كيفاش داز عندك؟ ثلاث سنين مدة 3 سنوات عمره ما تفكرني ولا عيط ولا قال بنتي وخاصها حليب ولا خاصها ليكوش. انا في العيد الكبير، ماشي هذا العيد، العيد الاخر دازت شي جوج اعياد، العيد الاخر بنتي مرضت لي في العيد، وانا بعدا مول انا ما كنعيدش، انا كاع الناس كيعيدوا انا ما كنعيدش، نهار العيد كندوزو مع ولادي في الدار، ما كنعيدوش حنايا من غير لا صدق علينا شي واحد. يعني حتى الابن ديالك ولدك يعني في واحد السن اللي محتاجين الاب، خاص راجل يكون في الدار. المهم انا العيد الكبير ما تنعيدش، واحد النهار في العيد الكبير مرضت لي بنتي وما لقيتش باش نداويها، ودخلت في ازمه نفسيه خطيره، بديت نضرب راسي بزاف د الحوايج، والجيران طلعوا عندي وعاونوني، ديتها في العيد الكبير داويتها، باها عمره ما عرفها ولا سول عليها ولا قال بنتي واش مريضه ولا بنتي انا خليت بنتي في الزنقه، يعني ضميره ما عذبوش نهائيا، ما قالش انا بنتي خليتها في الزنقه، هو شنو هو بغي ينتقم مني انا؟ علاش؟ لان انا تزوجت به في السعوديه وقال لي ما تقوليش لامي راه انا مجوج بك، حيت انتي امي كتعرفك انتي ما مزياناش، انا ملي كنت حامله مشيت عند امه وقلت لها انا مجوجه بولدك، وولدك راه بن غتزاد عندك بنت من ولدك، ملي قلت بحال هكا السيد صافي هرب وخلاني، لانه هو ما قادش على المسؤوليه، امه هي اللي كتهزها. انا حاجه وحده اللي مابغاش تفهم ليا كيفاش هاد السيد ضميره ما تيعذبوش، راه المجرمين عرفتي تيقتلوا بنادم. ايوا بنته سمح فيها 3 سنين وما تفكرها ما والو، هادشي علاش قلتي ضميره ما انبوش؟ ضميره ما انبوش لان خلى واحد البنت في الزنقه واللي هي دم ولحمه، خلاها في الزنقه، وكما تيقول هو يعني تيقول لك انت ما مزياناش، ملي انا ما مزياناش علاش خليتي بنتك في الزنقه؟ كنت مثلا انا واحد الشمكاره انا عاهره انا ياك، وما خفتيش على بنتك مني علاش لحتها للزنقه؟ هو عارفني انا ما ساكناش وعارف حالتي حاله، وعارف انا دوزت معاه الغربه في السعوديه، يعني عارف ما عنديش سكن في المغرب، لحنا للشارع باش نعرفوا الملف ديالك فين وصل. متابعينا كانت هذه القصه ديال عائشه بطبيعه الحال اللي كتبعوها كاملين، عائشه فهي مثال واحد من مجموعه ديال الامثله من الارملات من المطلقات اللي كيعيشوا معنا في المغرب، والناس كذلك اللي رجالهم سامحين فيهم، راه ما كاينش غير واحده ما كاين جوج، كاينين بزاف ديال النساء اللي كيعانيوا وكيعيشوا يعني في واحد الضغط ديال اول حاجه المجتمع، ثاني حاجه الفقر، وثالث حاجه هي النظره ديال الناس. احنا من هذا المنبر سنطلب محمد السادس الملك البلاد، احنا كنفتخروا بيك وكنبغيوك، فكنمشيو للعالم كنمشيو للعالم وتنقولوا الملك ديالنا هو الحبيب ديالنا في العالم، تنذكروك، احنا بغيناك تدخل، بغيناك تدخل في هذا الشيء، علاش الراجل تيهرب ويخلي ولادو؟ علاش؟ خاص يكون واحد العقاب صارم، واحد العقاب واعر، السيد شنو تيقول؟ انا غنلوح واحد الاسره غنلوحها للشارع وغنمشي نغبر عام 3 سنين غنجي نضرب 6 شهور ولا 3 شهور وغنخرج، واسره على قدها كتضيع والولاد كيضيعوا كيتشردوا. انا واحد السيده كنشكر راسي بزاف حيت انا قويه لواحد الدرجه ما كتصورش، انا مستعده ندير اي حاجه ونحضن ولادي وما نلوحهمش، الا هادوك اللي تيلوحوا ولادهم ماشي ولاد الاصل وما مربينش وما عندهمش الاصل، انا مستعده شي الجوع والفقر راه ماشي عيب، راه تكوني كتموتي بالجوع وتحضني ولادك، وحتى الاب
خصو يكون كي شحال من اب، راه ماشي كلشي ما كنعممش، شحال من اب كينعس في الزنقه مع ولادو ما تيقولش لك لا انا فقير ولا عندي ظروف، ولدك تتحضنه ما تتلوحوش. هادو هذا الشيء هذا الراجل هذا واخا يقول لكم ما مزيانش، واخا يقول لكم ما عرف شنو يقول، كون كان ولد الناس ما يلوحش بنته، كون راه حاضن على بنته 3 سنين عمره ما شاف بنته، ما عرفاش كي دايره، حسبي الله شي بنته لاقيوها معاه وتشوف لما تخاف منه تهرب منه. بنتي ما مولفاش الناس، مولفاني غير انا، هما الصحافه خافت منه، بنتي ما مولفاش الناس، غتشوف باها غتهرب منه غيسحبها براني، حسبي الله ونعم الوكيل في جداها وفي خوته وجداها، تحموا عليا كاملين ودوروني وفرقوني معاه وعمروا لي راسه وما خلاو ما داروا، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. الدنيا راه فايته، وهاد البنت راه غادي تكبر، وامها راه غادي تكبر، وكلشي غيدوز، ازمه وغدوز، حاجه وحده اللي ما كتنساش وغتبقى في الحياه كامله، حاجه وحده عمرها ما غتنسى شناهي، هي انك كنت سبب فراقي مع داك الراجل، وكنت سبب التشرد ديالي انا وبنتي. وانا علاش درت عيطت للصحافه؟ علاش انا علاش عيطت للصحافه؟ باش هادشي يبقى ديما، واخا نموت كتبقى تبقى الفيديو كيدور، الاجيال ولادي 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 وكلشي غيشوفوا وكلشي غيدعي يدعي فيكم، وكلشي نتوما غتموتوا والنعله غتنزل لكم في القبر، حيت اي حاجه توقع الله قال تفرق الزوجين، قال الله في القران. واخا نكون انا ما تنسواش، ما كانش عليك تفرقني مع راجلي، انا كنت كنبكي وهز هاي شاكيرا الفنانه قالت لهم السيده كانت في مراكش وراجلها سامح فيها وتتمشي كتبكي تقلب على راجلها، هاي السيده في خبر يعني راه كلشي شاهد عليكم يوم الدين والله يوم القيامه غيشهد كلشي، يدك وعينك وكاع اللي كيسكت على منكر يوم القيامه غيشهد والله، علاش شفتي وسكتي وعلاش وكلشي، وكاين حاكم الحاكمين هو الله، كلشي غيفوت. متابعينا عائشه كتهضر يعني من المعاناه اللي دوزت ومن داكشي اللي داز عليها، يعني اي هضره كتقولها راه كتقولها من القلب ديالها، يعني داكشي اللي داز عليها هي تحكمت به وكتشوف به وكتهضر. كنتمناو من المسؤولين انهم يهتموا من هذه الفئه من هذا المجتمع، كيف ما سبق وشرت لكم ان عائشه فقط مثال واحد مجموعه من النساء اللي كيعانيوا في البلاد ديالنا، حنا مازال واقفين معها وقفه رجل واحد، متابعي القضيه وملف ديالها، خليكم معنا اخر نتابعكم باخر المستجدات، تبارك الله عليكم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.